بسم الله الرحمن الرحيم. خاكم الشرقاوي محمد، رئيس فريق نادي سلام قصري. تأسس هذا الفريق ب 1994. اليوم كنتكلم على هذا الفريق. اليوم كنقول لكم ان الفريق راه عايش واحد محنه كبيره. كنحتلوا الرتبه الثانيه والمادة ما عندناش الوجه باش نسعاو، ما كاينينش الناس اللي تعاونو. انا كنطلب من السيد رئيس مجلس بلدي اللي خرج لي هاد المنحة مهزلة، كلشي تيضحك عليا على هاد المنح. انا كنطلب من رئيس مجلس بلدي يدير معنا واحد الحوار، يجلس معنا ويشوف لنا الاحوال ديالنا. هاد الفرق اللي تيغوتو كاملين راه من حقهم، خصو يجي ويعيط لنا ويعطينا واحد الوقيت ونتصنتو له ويتصنت لنا. لا عجبناه نزيدو في المسيرة هذا، ما عجبناش قلنا يا اخوان دبروا راسكم، حنا نوضو نشريو مع الكرة، نطلقوا هاد الدراري اللي يمشيو يدبروا راسهم، ما بقيتش انا مراقبهم. انا ما كنعشي، كنبقى مراقب الفرقة ديالي. الماكلة والله ما كناكل على هاد الفرقة هادي، وهاد الناس تضحكوا علينا، هاد الناس مكرفشين علينا، ما عندهم غرض، حنا كنطلبوا يبي يجلس معانا، يعرف الأحوال ديالنا، يعني نزيدوا القدام، يبي يجلس معانا، ويقول لنا سيروا بحالكم، ما تزيدوش في الكورة، والله تنديروها، نشيروا مع الكورة، إما يضحكوش علينا الناس، إما ما يسمعوناش يدير لنا فورفي. انا نقدر ندير فورفي ونقدر نشاري مره، باش يعرفوا الناس ديال القصار يعرفونا فين بعد المحنه. راه ما تيهضروا في القهاوي، راه ما تعطيني حتى حاجه اخوان. رانا تكلمت معاكم ورانا قلت لكم شنو تعطيني. رانا راه القلب ديالنا تيحرقنا الاخوان، طلع لي السكر نهار الدوره. انا قلت لكم كنشكر ثلاثه الناس اللي هضروا علينا، وما مع هذا واحد من المعارضه وجوج مع المؤيدين. وعار عليكم اللي كنوضوا نهضروا على حقنا كتردونا قباح، ما عطوكمش المنحه. لا عطونا حقنا وما نهضروش، عطيني حقي وفي هذه الساعه تجي حاسبني. سي الشرقاوي قول لي، واش بقى لكم استفدتوا من هاد المنحه هذه الرياضيه؟ انا منحه وحده هاد العام هذا وباقي ما كملاليش، عطاني 1,750,000، باقي 750 الف فرنك. انا درت الغلط، درت التقرير المالي، صبرت 2,500,000، وانا ما صبرتش 2,500,000. هو راه عارفه الرئيس، راه عارفه انهم داروا واحد الغلط، ملي دفعوا الميناف دفعوا جوج ديال جوج جمعيات، لا ما نقولكش السميه ديالو، وجمعيات الاخرين خلاوهم، ما عرفناش علاش. الحاليه ما عرفناش علاش، لانه حنا تقول لنا صرنا معطله، القابض ما بغاش يصبرها. ويا غدا هكا. انا كنشكر الاخوان ديال القصر الكبير، الى تيحبوا الشرقاوي وتيحبوا الفريق ينوضوا يعاونونا من هذا، بلا ما رموا يدنا نسعاو، لما نبقى نمشيو عند هاد الرئيس مجلس البلدي نبقى نبكيو عليه ونشكيو ما يديها شي فينا، راه ما تيديها شي فينا. راه اللي عايش يطعلو راه يدي المنحة، واللي ما يطعلوش ما يديش المنحة. وهذا هي الطريقة اللي كنقول لكم الإخوان، الله يجازيكم بخير قصروا، وقفوا مع هاد الفريق، راه هو غادي في المحنة، رحنا غادي في الرتبة الثانية، الأولى فاتت أنا بثلاثة نقاط. الله يجازيكم بخير قصروا، الله يجازيكم بخير. شوفوا المحنه ديال هاد الفراقي، راه ما الفراقي شي سته، راه ما محنين، راه معذبين، ما عرفناش علاش عاد معذبين هاد الناس، والله ما عرفنا. انا كنطلب منكم قصروا، الله يجازيكم بخير، حنوا علينا وشوفوا من حنا وشكرا. السي الشرقاوي قلنا شنو هي المعاناه اللي كتعانيوها في هاد الرياضه؟ هي الماده هي كل شيء. راه إذا كانت الفلوس ما نطلبش لشي واحد، إذا كانت الفلوس غنسير الكرة ويعرفوا التسيير ديالها. أنا ما كنديش الفلوس ديال عباد الله،
انا ما كناكلش منها، انا ما سقتش اللعبه، نعيط واحد واحد هما تيتغداو وانا واقف عليهم تياكلوا، بس ما يقولوش راه الشرقاوي كدهي الماكله، هذا يحيدهم من راسهم مره حتى اللي تيهضروا في القهاوي، الشرقاوي تيدي فريق تيشوف اللعب خصو ياكل خيار منه ومتهلي فيهم في هذا الشيء ديال الماكله، وما عاوتاني صابرين مساكين. دابا ما عطيناهمش المنح ديالهم، ربحنا 6 المباراة تيشالوا 120 فرنك، لا المدرب ما تيهضرش مسكين كاع على الفلوس، المدرب هو تيجي كل نهار يدربهم، حتى كتدخل الفلوس كنعطيه رزق، وهذا اللي كنطلب من الاخوان القصراوي. السيد الرئيس دير معنا واحد الجلسة، دير مع هاد الفراق اللي هما يا محلين، جلس معاهم ما بقاش تكبر علينا، عيطنا حنا بوحدنا نجلسوا معاك، واللي مضرور عاد تشوفو، واللي ماشي مضرور انت عاد تشوفو، واللي مثلا تيقول فيك شي حاجه تقولي له بوجه، ونسيروا الكره انت ونديروا يد في يد ونجدوا فهاد المدينه القصر الكبير في الرياضه، رحنا محنين الله يجازيك، وتخلي ما تكرفش علينا، راك واحد تعطي واحد المبلغ، واحد تعطي واحد هذا، بس نشيروا الكره، نمشيو نسعاو، انا ما نسعاش، ما عنديش الكرامة تسعايا، وما مشيت عند شي واحد مد لي يدي، بغيت خاطر هما تيسمعوني، إذا بغاو يعاونوا هاد الفريق، راه هما قاصرة واجي يعاونوا الفريق، لا حتى الإخوة اللي برا، اللي في إسبانيا، ولاد الفرقة، حتى هما لا ساقوا الخبر بغا يعاونوا الفريق، راه ما يتعاونوا الفريق، وما نموت يدي حتى شي واحد، الله يجازيكم بخير. من المنبر ديالنا جريدة هنا 24، شنو هي رسالتك الأخيرة اللي كتوجهها للجهات المسؤولة عن الرياضة؟ أنا كن نعطي واحد، هذا هو الطلب ديالنا ملي حطيناه يستقبلنا، نقول شمعه، أنا هو المسؤول الأول، هو الرائد ديال المدينة، هادو كاملين ولاد القصر، كاملين محني، كيطلبوه يجلس معاهم. يشوف الأحوال ديالنا، الله يجازيه، لا بغى يسمع هاد الندوة اللي كنقولو له، ما بغاش هو تعرف، أنا هو اللي رئيس، لا بغى يدير فرج بين ولادو، الله يعاونو، حنا راه ولاد القصر كاملين هو رئيس علينا، راه كاملين خصنا نكونو مغرب وحدة، كاملين يعيط لنا، هاد الفرق اللي هما مساكن مضرورين، هاد الفرق اللي تيتسكاو، هاد ما تيتسكاو راه مضرور. ما تيهضر الا راه مضرور، الله يجازيكم بخير، وانا كنشكر هذاك السيد اللي كتب ان الفروق اللي هما يا عباد الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، هذا راه هذا الشيء، انا كنهضر هاد الناس هادو ما كنأديوهم شي، هما تيأديونا. هادو عار عليهم اصاحبي، خصو يدخل السوق دراسو، خصو يجي يجلس معنا، حتى هاديك اللي هضر قال هاد الفراقي ما عمرهم رابحين، خصو يعرفني يجي يجلس معنا، خصو يجلس معنا، لما جلسو شي معنا يعرفوا المصير ديالنا فين غادي، راه ما عمرهم يربحو هما ولا حنا. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.